بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحينك بالله بين آيات سجيتا يصدح إلى آيات سغاشا يشن سورة المائدة آيات روحي أهيد ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ذاتك مؤمنين ذاتك أغنع بوحاد كهلي إن يهودي مشركين تيهين ولتجدن وحاد هلي كوغان معناها أغربهم كو أغدو مودة حقا زعايلك للذين كو يأمنوا مؤمنون الذين كو يقالوا إنا نصارى بالنهيدي نصارى دواء مقعودي ومقال الناصرية الليلة وقال الذي نبي عيسى جوجي رواه ذلك بأن منهم قسيسين علماء كاملة يوسف بان هو عبادته او قاي وانهم يغون الله يستكبرون كبر مال سيده بق... نصارى كبر مال وي ها قوينك ادونك كجيره قوه شهوانيه يا قوه عدوانيه يا قوه حسديه يا قوه فصيحه مركه نصارى قوتودو واشهواني وي يعني وها هي الرع واحد جعلانهم بس كراعيا وإذا سمعوا مركا مغلان قولة النصارى ذي بما كي أنزل اللوسو دجي إلى الرسول الرسول ترى واد أركيسا أعينهم عند هذا تفيض إني شبي من الدمع بالدمع الماء إني شبي مما شيء درتب إلا المن عرفوا أي قرتين ومن الحق وقرآن كان ينحقيها بأول سيء وقاية يقولون وحده ربنا ربك يو آمنا فما إني فاكتبنا نغو قر مع شاهدين كوة مخاطقة نغو قر ومد النبي محمد ولدنا مركي مغلا النصارى ذي قرآن كريم كان وإلمين بري مكي يا هيدو نكي أصحاب النقاش والنجاش نكي الله يقان صحابة دي مركي أتغين أو قريش الله بني كدب ديرين جعفر بن أبي طالب يا رسولة مريم أخرية ويودك وحين ذاتكي لكي ولي أصحاب النقاش لفردين meeshan marka waxay tilmaamaysay dad dowr iyo soddona oo nasaara ah oo asxaama naga soo diray waa najaasi ya nabiga u tagay markay quraankii dhageysteen oo aqriyeen weeba wada ilmayeen marka wax qalbi jilicsan dadka nasaaradii way yaan jahiliin mooyaane hadii wax loo sheego intooda badan way qaadanayaan wayda samicu markay maqlaan qolada nasaaradii ma uzilakii lagu dajiyay إلى الرسول فصول على النبي الله محمد تراواد أركي أعينه عند هذا تفيض إنا الشبي من الدمع بالدمع المشربي بعد أركي محي الله الميني مما كي عرفوا أي قرتين ومن الحق حق حقي أي شيء أغايون إنجيل كسي أغايين يا هرتو ذي يمد يقولون وحده ربنا ربك يو آمنا فما إنا إفكتمنا نقو قرؤنا كلام مدلك ما هي شاهدين كوة مرخاتك أهوه حق فهم سن إله نقرأ من قومه محمد وما لنا محن لنا والمحل لنا سلم إلى وما لنا محن نصبنا ذيوا لا نؤمن أن نؤمن إن بالله على يوم كجاءنا نجمد من الحق حق ونضمع أن نضم عين ونضمع سن هاي نضمع لا نؤمن ونضمع أن نضم عين لا نؤمن يهريك عطفنتان أن يدخلنا إنه نجلي ربنا رب ذيوا مع القوم قوم كالصالحين ونكسنا نقل مدقه في الجنة وحيدا هذين قال هذين النصارى ذاهي إنا نفهمين بحان نقوم ارتوغة للحق هو أنه أرقناه أنه قد دمعين إن الله جنة النقليه حقي بإلى الله مقضيه إنا نكلح نصورة قلمة هذا وما لنا محان نؤها ذيو نقمن عناية ولا نؤمن أن نفهمين بالله الله يوما كي جاءنا نجمد من الحق حق والنبي الله محمد دين تلقوا سوى دجية نطمع أن نقدم عين قلبك أقوق من يوجد الدينين نؤمد الناس كوعة فانتها لا نؤمد جاء أن يدخلنا إنه نقليه ربنا ربك يوم على القوم وقوم كأصالحين ونكسنا ومدى النبي محمد فأصابهم الله إله بك أبا المريي وأحكمي بما قالوا بسبب ما قالوا هذا الكائد هذين حقا جنات جنوين تجري أي صعوط من تحتها هوسيدة تحت أشجارها وقصورها قيدها دي دارها دي هوسيدة ألا نار واديان خالدين فيها حالا إكوارية وذلك أجر غفره بدن جنة
جزاء المحسنين قوة صمفلة أبال كوروين الله سبحانه وتعالى محسنين تو قوة أبال مرن جنة قوة أبال مرن محسنين تواصله قوة الله رمية رسول كرمية قرآن كريم كرمية قوة عمل فلا محسنين تو قوة قوة أبال كوروين ومحي وجنة والله كل جه هل عابده وحي يقول عابده يرينا هل هو عابده وحلا بربر دجمال الله هو حليه ولدي سيدة المؤمنين تاهي فأصابهم الله أصابهم الله الله أكأب المريي بسبب ما قالوا وحي إلى هذين سبب تيسا جنات جنوي تجري أي صعونيس من تحت قصورها وأسيارها جيد هذا جنة جيد هذا إيو دار هذا هوستور الانهار واليان خالدين فيها والكواري إلهي رحمد ديسا وحالوها له إيمان إيه عمل صالح بل سيدا وهو وذلك سيدا سنة جزاء المحسنين قوة السمفلة وألا عابدة أبالك وديوه والذين قوة كفروا قالوا بي وكذبوا بيني بآياتنا آيالها يقب بيني أولئك قوة سيهاه أصحاب الجحيم قولا ديه ردد كيدوه قوة المؤمنين تا آيالها الرمية ألا الرمية وجنة أبالكون كوة بينينا والنار جحيمة أبالكون تقول لماذا قرون لماذا قرون كلمة شروع قرون كلمة شروع فريق في الجنة وفريق في السعير والذين كوة كفروا قالوا بي وكذبوا بيني بآياتنا أيدها يقى بيني أولئك كواسي أصحاب الجحيم جحيمة ضدك يديوه وضدك أصحاب ضدها يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأهو لا تحرموا حرام يلينا ضيبات ما شيكيس ونكسن أحل الله ألا حلالي لكم إذن حلالي ولا تعتدوها حد قدبنا ووح عبادوهن لإذن دول صار هلا إيماننا إن الله ألا لا يحب مجي على المعتدين كو حد قدب وكلوعنا مما كرزقكم الله ألا إذن كو أرزاقي حلالا حاليها طيبا ونكسن ونظيف واتقوا الله ألا كبقى الذي أليه أنتم إذنكم مؤمنون بها أطرميسين آيات سبب النزول كذا وحيابا بضا يا لغوة الماما نين عرابي يا النبي قوي يمدو يا رسول الله هي لبك مركان عنا برهوين كآدو دوني بود مركا إنا نسرفانا الدوني إنا ما هي لبك إسكاد دايان ربا آيات دو تأوي تلماميسي هكذا لو صحابة سقال أوفر بضا باوحي رهدين مالي تعدن عن صنو habeenkiin aan afurro gogolnay in habeenkiin aan soo jeedno maalinta aan soo habeenkiin soo jeedno gogolayna ku seexanin haweenayna u dhawaanin aan sida yeelo sidii baan nabiga loo sheegay aayadana dushooda ku timi oo nabigu wuxuu yiri inni asumu wa afturu wa anamu wa aqumu wa atazawaj sunnadayda qofkii kal raaca oo asibi qofkii kal cibaad معناه وحال الجودة إلهي وحنو إنه حلالين وإن عبادين سن أنت هتلا هدين إلهي وإنه حلالين نفط هذا كعوجو بهذا هذا كلاسين كي وحكة جودة لا عادي بكريم ماشي قلب جا قول ضعيف فضت كجات شد جات شد آدم قبته وحب الله الله مسكح ضاع حينته وحب يمود يعني إنه الله الله يو خيالي ما أركيا سدان سوق هلا مرك إلهي وحنو حلالين هيسك حرامينه مدة كلا قلا صحابة أتمت عائشة وحيدا بالنبي النوجا ورنا da aadi sayo xaaladu say tahay waxay tiri nabigu wuu tukada wuu soo jeeda wuu seexda xaaskiisu la muamalooda markaas jiifkii bay la yaabeen waxay leen anna min ar-rasul bayna nabigu meel man ka taaganahay anagu u firallahu ma taqaddam isaga waa loo dhaafay bay leen haduu doono haba iska seexdo anagu waa soo jeedina oo saas aan yeelina aayadu intaas oo dhan bay tilmaamaysa marka lama rabo wax alla ku xalaaleeyay adigo diin ugu magacdaraya inaad iska deysho lama rabo adoo diin ugu magacdaray oo aan daacaysan lama rabo daacadu waxay ku fiican tahay inaad raaxaysato oo seexato oo reerkaaga la joogto oo cunno cunto oo caafimaadkaaga uu sax noqdo daacadu taas ku fiican tahay dad gaajooto sida noqoto waa iska deynaysa waxa kalaad noqon daacadi gabadh baa u timid haweenkii nabiga Aisha oo kale iyo gabadhu ma shanlaysanin adirna isma marinin na xaaladadu aad bay u dulaysan tahay na xaaladadu waa sidee baa leeyd ninkaygi ilama muamalo jiray iima yimaado nabiga u yeeray ninkii wuxuu yiri war waa ku sidee
waaniyay nabiga waro dhaqaati u tagbuud ninkii reerkiisii uu la dhaqmay maalintii daba gabadho nadiifa oo la yaabayso yahweelka u timi marka ayadu intaas soo dhanbay tilmaamaysa isku soo guu isku soo daro wax ilaahay xalaaleeyay diin darteed baan u xaramayn hadhe si kala hadaa adigu iska dayso adiga waay ya ayyuhal ladina amanu mu'miniin tiyay laa tuxarrimu ha xaaraan yeelina dayibaati maa shay kiisa wanaagsan axalla allaahu lakum alla idiin xalaaleeyey walaa tactaduu ha xadgudbina waa xadgudub sidaas waxa la xalaaleeyey ood xaaraamisa waa xadgudub ina allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba oo waxaa loo baahnay in la yimaado wa kuluu cuna mimaa kii rasaqakum allah alla idinku arsaaqay halaalan markuu xalaal yahay dayibana waaragto nadiif oo wasaq lahayn oo jeeris lahayn wataqullaaha alla ka baqa alladii allihi antum idinku mu'minuuna biha aad rumayseen laa yuaakidukum allahu billahu fii amaanikum xugun weyn baa meeshan inoo yaalla laa yuaakidukum allahu alla idiin qaban maayo dambi ahaan billagwi iska bilaash hadalka fii imaanikum dhaartiina walaakin yuaakidukum wuxuu idiin qaban bima ki caqadtum aada u gunudeen oo ugu talagasheen al imaano dhaar Allah subhanahu wa ta'ala dhaar bilaash idiin qaban maayo waxaa lagu fasiraa inta badan dhaaruhu way fara badan yihiin tan hadda la isu qabsanayn waxa weeye waa marka la iska sheekeeyo wallahi sidaa iyo sidaa weeye wallahi sidaa iyo sidaa weeye oo sidaasna iyo ahay waa dhaar san noocaas ilaahay idiin qabsan maayo dhaaruhu lama jeedaan sheekada idinka soo dhexgashay waxaa kaloo ka mid ah dhaar san noocaas ah dhaarta ruuxu waxa uu mooday wax xaq uu mooday buu ku dhaartay siduu ugu dhaartay si aan ahayna ma noqonin dhaartaas ma ah waa laga dhaafay weyn dhaarta hadduu shay xalaal oo kale wiira wallahi inaana waxa cunaynin waa dhaar bilaash weyn dhaar bilaash weyn marka dhaaruhu laba kafaar laba dhaarood baan kafaara lahayn dhaarta beenta ah dhaarta beenta al-yamiinul qamus layla dhaar male ee kafaara mal al-yamiinul qamus waa dhaarta beenta oo ruuxu ku dhaartay shagooni beetahay waxa kaloo dhaar lahayn ruuxu waxa uu waxaan kaloo kafaara lahayn ruuxu waxa uu sameeyay haduu ku adkaynay wallahi inay sidaa tahay kafaara mal laakiin dhaarta kafaarada leh waa wixii aad ka dhaar ahaan ugu talagashay oo aad ku talagashan tahay wallahi inaana sidaa yeelin kafaara waad guji marka hadaad ina dhaarta jabisa damacdo wallahi inaana sidaa yeelin kafaara waad bixin hadaad damacdina dhaarta jabisa laa yuakhidukum allah alla idiin qaban maayo باللغو بلاش بلاش عيار عيار في أيمانكم دارسين ولكن يؤخذكم وحيدين قبا بما تعقدتم أد أقون الدين أقوتها لقشين الأيمان النار وأد أد نارها وحبات كد دفاع عيسان أما وحبات كسب عيسان ذلك نارها بعد أولا تشيدان فكفارته يمينك كفارة ليس إطعام عشرة مساكين طبا مسكين قودين تودوي toban miskiin qoodintood min awsad lima sheekiisa dhexdhexaadka ee qiimaha badan aad ka qoodisaan tudcimoon ahliikum reerkiina aad qoonaysaan awsadkaas waxa way ka u qiimo badan weyn min awsad lima kay sheekiisa qiimaha badan tudcimoon aad qoodinaysaan ahliikum xaaskiina aw kiswatuhum arad bixintooda weeye aw taxriiru raqabatin qoor horeynteedu dhaarta aad si fiican u dhaarato dhaarnimada haddii inaad jabisa ay noqoto toban miskiin raashin ku qoodi waxaana fiican raashinkaasu raashin uu iibgalayo oo ay kaydsan karaan inuu yahay haddii qocood qaad baa waxa la raashin bisil hadaad ka dhargiso waa sax qaar baal laakiin sida ugu fiican waxa weeye raashin ay kaydsan karaan oo degan karaan waa inaad bilkiisu soo gacanta ka saarto halkii miskiin ba mud baatsiin kiilaba iska dhe halkii miskiin ba yaadsiin raashinka aad siinaysaan waxa weeye haaskaaga feerkaaga raashinka aad quudinaysa ka ugu fiican ama waad arad bixisa arad bixintu waxa weeye go'go' baad siin ama shaarshaad ama surwaal surwaal maaha inaad gabi ahaanba arad bixisa ma shay baad siinaysa ama qor xoreynteed inagu ma hayna taa allah wuxuu leeyahay fakafaaratuhu yamiinka kafaaradiisu dhaarta kafaaradiisu إطعام عشرة مساكين طبعا مسكين قودين تودوي من أوصد ما شيء كيسة أقوقي مبدا أتقو لسار
تدعمون أهليكم حاسكين أطبوذي نيسا تأشون ونكسن سيئة أو كسوتهم أما أرد بحوضة أو تحرير رقبة قور حرين تيل مركب علماء دقار بالك قيمة ما لبحين كلام مثل راشن بالبحين كرا راشن قد يهدو عبادية هاي واحد راشن هاي لما بحين كرا لكن وجيدده هذا يتعين قيمة مسكين كا وحلا سيئة قيمة ولا سين كرا هذا وجيدده تعين مسكين كا وحلا سيئة قيمة ولا سين كرا أبو حنيفة نفس داخلة الله وحليه هاي فمن لم يجد قف كان هيلين قرب حرية ما هيو سيدنا قال أرد بحنا ما هيو مسكين وحقوق قضية ما هيو فعليه دشي سوحة ثلاثة أيام صدح معلومة صنكر مركز صدح لما معلومة وإسكت دبقة من هذوم مالين كم إذا أفر إسقاط ميزة أول من تاعي وقضين تاعو سوعلي فمن لم يجد قف كان هيلين وحقوق بحية كفارة فصيام ثلاثة أيام صدح مع الموت صنكر دوين ذلك صنكاس يعشرة مساكين وحا بعيا لليها ذلك وحوضا نقول ذلك ذاته كفارة إستبتشو قاهي ذلك كفا وحا لبحين أيام كفارة أيمانكم دارتين كفارة ذلوين إذا حلفت مركة دارتا ودارتا لك كفارة بحين ودارتا أذوك السو والله إنا نسيدا ييلين oo dabadeedna sidii yeeshay wallahi ina sida yeel dabadeedna aad yeeli weyn dhaaraha noocaas weyn marka intuna dhaarti jabinin miyo bixin bas markuu dhaarta jabiyo bixin bukhari wuxuu aaminsan yahay markii intuna wali jabinin wuu bixin karaa buulay laakiin waxa fiican markuu dhaarta jabiyo oo wuxuu ka dhaartay sameeyo inuu bixiyo dalika kaasi waxa la soo sheegay kafaratu aymanikum dhaartina kafaar gudkeedi way dambigi ba ka dhacaya macna ka daadsi jabisho ila xalaf markaa daarataan wax fadu ilaaliya iimaanka daarihiina ilaaliya kadaalka sidaas u yubayinullahu alla u adeeyo lakum idinka ayatihi la'alakum tashkuruna siyaadu shukrina daarta ilaaliya waa laba dhinac baad ka ilaalin daarta ilaaliyo markii horeba daarta habadinina ku degdegina waa daarta ilaaliya waxa weey markaa daarti jabisaan kafaarada bixiyo daartu wal ilaaliyo marka daarta marka hore horta iska ilaaliyo ka meermeen hadii aad gashana kafaarada bixi waad waxfadu ilaaliya xifdiya u bayla tira aymanukum daartina kadaalka sidaas u yubayinullahu alla adeeyo lakum idinku adeey ayati wa sax sidaas wa ina sida la inoogu sheegay aanu amal fulo la'alakum tashkurun ina shukridan darteed ilaahay idinku adeeyo daart ee xaqiiqada iyo ahkaanta يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيهي إنما الخمر الخمر كوده والميسير اللعب عيارها قمارك وحلينا والأنصاب قريها ميلها لتاكتاقي إلا سيارته لبركيسته والأزلام قلمانتا لغو مراد بيضو لغو فاشدو خيج سنقلوا ويؤو من عمل الشيطان الشيطان عمل كاء هذا فاجتنبوه كرد إرادة لعلكم تفلحونا si aad ugu leysataa markii uu horeeyay khamriga waxay soo gashay suuratu nahl baali taakhuduna minhu sakara wa ridqan hasana yaani wax lagu mirqaamo way markii dambana waxa la yiri yasalunaka anil khamri wal maisir yasalunaka anil khamri wal maisir qul feehima ismun kabeerun wa manafi'u lin nas wa ismun akbar min naf'ihima markaasi dadka qaar iska daayeen oo ma rabna yiraahay qaarna waxay yiriheen waanu ka faa'iideysan inta dambiga aad baan uga leexleexan bay yiraahay عمر بن خدابة اللهم ببين لنا بيانا شافعا إلهنا وعده مركزا وحاتمد يا أيها الذين آمنوا لا تغربوا الصلاة وأنتم سكار إذن كوالا صلاة هو دوانين مركزا ذاتك قيبنا وإسك الدائي قيبنا وإسك يريه وتين وويرات خمرني مركزا عمر يقول اللهم ببين لنا بيانا شافعا آياتنا سودك مركزا آياتنا سودك الله يري ورن بألي انتهينا بود مركزا نبي وحود دري كليوت دي خمر كي يوحل دادي اي قاطغان ماله المدينة ند ضد دواقو دري ادو دواقو خمر كي والله حرام يالي ابو طلحة او ضد فربدان عمال كفر ديانو اي خمر يرعب عبايان يو ارس بن مالك و ادير كاوها يولو بل دواقا بل ايه مركز يولو وحيليهين خمر كي والله حرام يي iyagoon asxaabtu iyerna ka dib dhicin
مدينة جودهذا وحي خمر تير هالمرة للدادي مركز سوق مجالا يا خمر كلي النقطة سوق مجالا علوم القارب خمر كمركز لقاها ما نجاس ما مص ظاهر ولي وحي للمرة بهذه الحرمة يو نجاس ولي وحي والظاهر وحنود لسانينا خمر كم مدينة الجودهذي تاو حال الجمال كليه أي خمر قادم الله هاي نصاصة الجودهذي خمر كم إني نجاس هاي كسوقا خمر كم مركز وكا مرك النبي وحي لكل مسكر خمر وكل خمر حرام وح الله وح كستو أوله أو مرقان كأنا يفطر كأنا النبي حتى وحي لوحي مرقان يعجز كأنا الله ماذا وحرام بالوحي مرك هذا عنده وعجز سيد قات كوك المارك روح مرك وعنه وعجز مرك دماغه وساحنه فرددي ساب بدوه مرك واسدا وحي مسكر وحي العلليه وحي العبه وحي الله إسكت طرقه وحي الله أرصده كل وحرام مسكر الله يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأهوا إنما الخمر الخمر يوال ما يصيروا قمارك قمارك واسيدة تربك يشدرنجيك وشلاحة وكالي وحول لغوك لقادنين علم القادبة إذا هدان حول لغوك لقادنين لب مالي وحوي يقوي كلسي فغانو وحوي وابطال سوماها ووقتك عقبات دافي سوي وقتك يسيبوا دافي تذكى قادبة إذا وحن سكرنا في وقتك وقتك ينسكرنا في يافي عن مساجك ينسكرنا في يافي عن marka maysir ku waa waxa way ya ayuha alladina amanu inama alkhamr alkhamr ayu wal maysiru iyarta laabiga sida turubka iyo shaha oo kale iyo wal ansabu alaabta taalooyinka meelaha la taagtaago ee la barakeysto iyo wal azlamu qalmaanta lagu faashado fiid suqurun wayo min amali shaydaani ka ahaday fajtanibu ka dheerada fajtanibu ka dheerada la'alakum tuflihuna سياد قولي ستان الله سبحانه وتعالى ساس الله إنه أبو شيء غلام تاسو لو الرعب ما هيدو صدح قلن مدو حقوق نفعل مدن الله طبعا مدن ومهمل مركب مركب انتو صدح لو قعنت قلي كي صبحة فل هدو يهي وفلي دا هدو يهي ودي دو كي مهمل كي يهي مركب لكو علي وكي عبد مطالب بن هاشم وكي ولسي سأقف عليه ilaahu waxa digo gaata 10 wiil hadaan yeesho inaan mid gowraco yeeyo 10kii wiil markuu yeeshay uu saddexdii qali soo qaaday qalmaanti waxa soo baxay qalmaanta waxa marka qalmaanta waxa kala ku qoran marba waxa la doonayaa lagu qoraya waxa la doonayaa marka waxa soo baxday abdullahi gowra hadana wuu celiyay saddex goor markuu celiyay oo mid walba abdullahi gowra soo baxday ii qolidi feebani maxzuumi abdullahi sheerabtiga hayd baayir wadwiilka degeel baan ku furanayna boqol halaad baa lagu furay minna waxay ku maradaydane waxa weeye todobaad ahaa weeye oo ay gabi ahaanba isticmaali jireen way farabadnay inama yuridu shaytanu shaydaanku wuxuu rabaa an yuqaa inuu fido baynakum dhaxdiina al-adawata ulaytan wal baghdaa'a 'ala fil khamr bi sabab al khamr khamriga sababtiisa wal maysiri waxa weeye ciyaarta qimaarka ah way sidakum idinka hor joogsado an dhikrillaahi ilaahi dhikrigiis iyo wa salaati gaarahan إلى الصلاة بذكر إلهي بكم تاهي فهل أنتم منتهون موانتو ميسان مرهبتو ميسان بالي كاس عمر بن الخطاب يري انتهينا انتهينا بودي وكوغن عي عمر بن الخطاب خمر يوحيابها وحوالا شيدان كأديك سنة وشيدان كأديك جيسة ويؤددك وأديك سدو دادك ودمعين اسكد ديرو دادك ودمعين وقتك كهل ليو بهل كاسو كوهنون خمر يمسكر كاسو كوهنون إنما يريد الشيطان شيطانكم حربا أن يقع إنه في بينكم دعين العداوة على نمو يول بغضاء عرف الخمر بسبب الخمر يول ما يسير بهل كما يسير كليلا ويسدكم وإذن كهر جوكس عن ذكر الله وعن الصلاة قارهان فالنتم من تهونون قصيرو قاما قبل كأن كل تكتغين أيهد بالغاية وقبل كأن تكتغين نور نبا مالكو قي شيء نوان أقي نيبا wiil baa la qiyaalay waxa midqaankii wuxuu tusay wiilkan aynu xaddu shaydaan ka soo saar wadnaa intaan qallo wiilkan aan wadnaha ka qallo waswaaski aan ka soo saaro uqaadkii tusay wiilki way qale wadnihi bay ka soo saaray sidii uu ku dhintay wiil labada nin ee sidaa jirsay mid waa naqiin ah wuuna dhintay Allah wuxuu leeyahay waadiicullah Allah adeeca waadiicur rasuul rasuulkana adeeca waxdaru digtoonaada alle iyo rasuulkana adeeca
دكتونات أو شيطان كدكتونات ضاعض علي ضاعض رسولك شد دكتونية وإذا خلط كسر نحذرين ولا إمادة فإن توليتم هداد جيتان وحق ديدان فعلموا أجادة أنما على رسولنا الرسول كيغا وحدوشي سسارا البلاغ وقارسين المبين وعضغو ونوحبا كاثراني قال لي الرسول كأبيع الدكتونادنا حمانتا كالدكتونادا ذات شاييل وإذان نبي الله محمد حلقا مصارها يساقي حلكي سوحها قارسين بس إنو قلبك إذين كشو بهداية إيا إنو جرنا إذين هاي إنتا منا نبي حلقا مصارها وحلقا ساري هاي قارسين كليا واضيع الله الله أبيع واضيع الرسول واحذروا الدكتونادا حمانتا كالدكتونادا شيدانكا كالدكتونادا إسئلالي وإسلتشوغا فإن توليتم هداد جيتتان وحق الديدان فاعلموا أغادا أنما على رسولنا رسولك يقدوشي سوحاء البلاق وقارسين المبين وعضوه ونوحبك هفن ليس معهان على الذين كوي آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلا صالحات عمل مناكسا جناح دمبي فيما ضعموا وحي قوتين وخمر انت خمرك حرام انت ذكور ريسي إذا ما اتقوا اللهم كي كبقان أو آمنوا فيما يلا انت ووحي حرامهن خمس آيين ده إسكا إلى الانشرين وعملوا أي عمل فلان أصالحات عمل ونكسن ثم اتقوا أي تقوض كوات كيستان وآمنوا أي فيما يستان إيمان كي تقوض كوات كيستان ثم اتقوا أي تقويان معاصدة إسكا إلى الانشرين وأحسنوا صمفلا والله ألا يحب وحجعليها قالوا حسين كل صمفلا آيادا وحي كتب مركي خمس قال الحراميين يا دد فربنا مؤمنينها يا مالنتي وحد انت والله لاي خمر كان الدبرق حلال به ولا عاب جنى كسي صحابته يراهدين دد خيغي نوعاسا تلسو نخن يهودينا وحي يراهدين ددكي وحد ميلها لو لاي خمر جو علوشوده كجيريا دنتين مرك محمد شيغي يا بينه مرك الله وليه ددكي بدغا خمر جو حلال شاي عاب جنى اي حرامين تكور دنتين haddii waqtiga hore xaraamta iyo iska ilaalinta muuminiina haya iimaankooda ku adkaayeen macsiyada iska ilaalin jireen wax dhibi ma hayaa wax la xaraamiyo maba ayna baynimba laysa ma ahanin ala ladina ku aamanu muuminoobay wa amilu amal falay asalihati amal wanaagsan junaahun dambi fiima daacimu waxay quuteen taariimul khamri kohor oo khamriga ila ma taqaw allahooda markay ka baqaa وآمنوا إذا ما تقوا مكة الله كبقان وآمنوا فميا أو حرام تكلى أي الله أجبقان حرام تكلى خمسة آهين وعملوا صالحات عمل ونعكسن سمي جناح ليس ما أهانن على الذين كوا آمنوا وعملوا صالحات جناح دمبي فيما ضعموا وحي قوتين أو خمسة آهين هاد كور عبين تال الحرامين وقرما إذا ما تقوا مركى كبقيين مرك تجاهر حرام تو آمنوا رميان وعملوا عمل فلان أصالحات على المناسب مرك هراء خمس قال عبي شري ضاعذا كلام مرك كفي عناية ثم تقوا أي الله كبقين وآمنوا رميان وتقوى دي إيمانك قوت كاية ثم تقوا أي الله كبقين ومعصية إسكا إلى ليه وأحسنوا سما فلان والله ألا يحب المحسنين محسنين تجعليه يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي لا يبلونكم الله إلهي وإذن امتحان بشيء شيء من السيد أغادا تناله أي قارس أيديكم قاملين أغادا يريرا سواق بسن كرتان والرماحهم ورقمهين أي قاريو مركات كوكانتان أي كوردينس محال إذن كو امتحان ليعلم الله إنه ألا أغادو هذا بوقيها إنه ألا أغادو علمي صوصارة علمي ظاهرة ما يخافه قفك كبق بالغيب مغنب الغيب دو حلوقت هذا isagoo wax ilaaliye jirino waxa iska daalahayn waa hore iska daalayay waxa iska daalahayn oo alla ka baqay inuu ilaahay soo saaro qofka noocaas weey faman i'tada qofki had gudba badda dalika inta ka dib falahu hawsunaadi adab adab aliimuna qulul mu'limun hanojiya ugaad la sheegayo waa markii de xaramka lagu taxaalo xaj la qabo weey markii xaramu xaj la qabo waxa lagu ka haani ugaad yar yar oo gacanta ku qaban kartaan iyo gaad waa weyn oo waranka markaad ku gataan ay ku dhacayso muxuu ilaahay ku waa idin ku imtixaani si loo kala saaro qofka alla ka baqaya iyo kan ka baqayna
مغنيدا كذا بقيا الله مغنيدا معنيه وحوي سووا المركا هذا الكي دول لله اللي نوردها الله لهين إلهي لين إن ده هذا كم أرجنا وحنو أرجنا تصرف كسي ما نرجعه بدال كسي ما أرجنا بالغيب يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيجي لا يبلونكم الله الله ود الامتحان بشيء شيء من السيد أقاره تناله أي قاري فيما أيديكم قعمين أي قاري أقاره يريرا ورماحهم ورمهين أي قاري ليعلم الله سوى ألا هو قاد أصوى صارة وضدك أقموشيه من يخافه قفك كبقي بالبغيب مغنذك كبقي فمن اعتدى قفك حد قدبه بعد ذلك انت أكدب فله حأصه ناضي عذاب العذاب أليم أقبه مركب يسوى حل ليه ضدك وحل ليه أقاد أن إسكائل عليه لليه ومكي محرمين ليه أقاد بره يا أيها الذين آمنوا مؤمنين فيه لا تقتلوا هدلين السيد أقاده وأنتم إذنكم حرم محرمين آتهين ومن قتله قفك أقارد له ومنكم إذنكم إذا متعمدا أكسؤد له فجزاه أبا الكيسو مثل ما شيء كلوي قتل أود له ومن النعم النعم ليدا يحكم وحا حكمي به الشيء قال لكم مقلبيه دواء عدل عادل لما اللباء الصاحبة ومنكم إذنكم إذا هديا هدي حاليه بالغ الكعبة كعبة قالي كفارة كفارة قد حالو كفاجود دعام مساكينا مساكين فاشين كيل وعد لذلك وحا وحو دغ مسياما وصوما يذوق انو ددمي وبال امري امر كيسا عليس كيسا انو ددمي وحالو رغا ده دلينا ايدكو محرمينا قفك ديلو ايدين كيدن كميدو اوكاسا وحا لغو ليهي وحو ديلي وحو دغما وحا حكومي لبا عادلينا بركا وحاس وحا حكوميا في المثل غريده او كلي geela lagu magdhabay neef geela lagu magdhabay ximaar wuxshiga iyo baqar wuxshiga iyo kuwa neef la lagu magdhabay gara nuugtay wixii lamida neef fadhiya lagu magdhabay fakayla oo kale sidoo kale waxba lagu magdhabay marka wixii aan masal lahayn ka war wax uu la nooc iyo wuxuu la jiray ka war sida maroodigo kale waa la qiimeyn baale waxaan masal lahayn waa la qiimeyn qiimada uu hilibkiisu gaaro ya la hadiyay marka shaygu markuu hadiyay yahay oo neef yahayna kaacbada loo diray haduu lacag iyo wax noocaas yahayna iyo fiyaashinka la qoodinayna meesha la joogo baa lagu bixin dib malataasi ya ayuha alladina amanu mu'minin tiyay la taqtulu shayda ugaadha hadilina wa antum hurumun muhrimin atihin wa man qatala qafki dil shaydka aw minkum kamida muta'ammidan isagoo u kasaya فجزاء أبال بادوشيسة مثل ما شيء وكلا دوشيسة قتل أدلي من العمية يحكمها حكم به شيء دواء عدل عادل وكو صعب منكم إذن كنت كاملة هديا هدي النقونا يا بالغ الكعبة كعبة قالة مركا مركو هيلي بيهاي بيننا لي وإن كعبة اللقية ماشاس لبا قيمين علماء قاروا حيليهين بريق النبي قتوغي وحي لقو قيمين أم بهدنا لقو قيمين waliyana waxay leeyahay waqtiga la joogo ya laban in loo bixin oo qiimeysa oo waxa laga yaabaa waqtiga wixii lagu qiimeeyay wax kale in hadda lagu qiimeeyo suuragal taasana suuragal oo marba dadka meesha jooga ya qiimeynaya marka sidaas u kala hadii markuu yahay oo xoolan xoolo yahayna kaacbada loo diri dacaam iyo haduu yahayna meesha qofku u joogo dacaamka ku bixin hadiyan hadii way baalqal kaacbada kaacbada gaari أو كفارة كفارة قدوية طعام مساكين مساكين لقوليو وعدل ذلك وحاوحو لك مسياما أو الصوم طعام كي أبحن لها بعلى قيمين طعام كي أبحن لها يا لقيمين انت أنقضي أي مد إن لأغو مع المد بالصومية طعام كان وحالو قيمين نفكي لدلي يقول ننكي وحو كبحي يوايي يا لقيمين لفتي سبع لقيمين ليذوق إنه الندم يدرسه وبال أمره أمر كيوش سمي عليسكيس ليس أنا واحد سمي عليسك الندم عفى الله